إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الدرس الثالث وقيلة ديال السلسلة. غادي نخدمو، غادي ناخد سكاي ديالي على هذا الشكل. إذا غادي ناخد فيه 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر 4 ديال السنتيم. إذا لاحظوا معايا، كسرتو على هذه الطريقة هذه. إذا غادي نديرهم غير في هذا الحجم هذا، يعني غادي نقصرهم شوية. إذا باش تكون عندي الباندا فيها على هذا الشكل. إذا 4 سنتيم اللي قسمتها على 2 درت بحال هكذا، عطاتني 2 سنتيمتر في لي دو كوتي على هذا الشكل هذا. إذا غادي نمشي للماكينة باش غادي نخيطو على هذا الشكل هذا. السحابة ديالي هي طويلة كما تشوفوا. إذا وناخد الثاني ديالي، غادي نديرلو نفس الطريقة ونفس الأسلوب. نمشيو للماكينة. إذا لاحظوا معايا، حطيت الكوير على جوج، تنيتو على جوج هكذا، طويتو على هذا الشكل هذا. غادي نحل السحابة ديالي على هذا الشكل. إذا غادي نشد الصابون ديالي هو هذا، وشوية الماء على هكذا. شتو كنت كندير الى عقلتو في الحلقات الاولين، كنت كندير الزيت، ولكن الزيت ولات كتقيس ليا الحوايج. اذا ولا الماء. اذا فنانا المعلمين ديالنا الكبار كيديروا الماء. اذا في هذه الخياطه اللي كنخيط السكاي او الكوير، راه شوفوا راه يتبان لي السلسله، شوفوا ولا لا، راه يتبان ليا. اذا حاطها فوق هذه باش ملي نحط الاخرى يجوني متوازنين. إذا أنا خيط الأولى. إذا البنات خيط الأولى على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، لاحظتوا. إذا هذه هي السنسلة ديالي، شفتوها ما كتبانش خلاص. سنسلة سبيسيال اللي وريتكم في الحلقة الأولى ديال السناسل، شفتوها كي دايرة. إذا هي واخا نديرها كذا راه ماشي انفيزيبل، راه هانتوما هي مقلوبة لهنايا، ولكني هذه نوع آخر كما تشوفوا. يعني السلسلات عندنا فيهم انواع واشكال. اذا هذه مستورده، غادي نشد على هذا الشكل هذا. اذا ها هو الراس ديالي. اذا بديت من هنايا، غادي نجي هذه المره من هنا. اذا غادي نطوي السكاي ديالي والسلسله مسدوده. اذا على هذا الشكل، وغادي نحطها بهذه الطريقه هذه عاديه. إذا عاوتاني كنحضي هاد المسافة اللي عندي من هنا لهنايا، هاد المسافة اللي عندي من هنا لهنايا اللي خصها تكون من هنا لهنايا. إذا الصابون والماء هو صحي. عندي سقط ديال السنسلة ديال السكاي ها هو شتو، ولكن مكنستعملوش، حيه ضرب بزاف عليا. اذا ها السنسله ديالنا عملناها بهذه الطريقه. اذا السنسله هذه ديال لا مونش ولا ديال شي حاجه اخرى ما نحدد لكمش، يعني تلقوا العينان الابداعات ديالكم. اذا ها انتم كتشوفوا حنا درنا. اذا ما بقى لنا الا لصقها في اليد. اذا غادي نمشيو دابا نناقشوا اليد ديالنا. إذا هذا هو الكم ديالنا. إذا غادي ناخذ المسافة اللي عندي هنا ونخلي 2 سنتيمتر لتحت. إذا هنايا 2 سنتيمتر حتى 3 سنتيمتر لهذا الشكل.
إذن غادي نشد بهذه الطريقة هذه ونحم. إذن بعد ما هو زيت اليد ديالي والماء زيت ديالي غادي نقصنا زيادة. إذن خليت من هنا لهنايا سنتيم ومن هنا لهنا سنتيم، من هنا لهنا سنتيم. إذن حتى هنا غادي ندير نفس لوبيراسيون، غادي نحل بهذه الطريقة هذه وندير واحد اللسان ديالي كريم فيه سنتيم، كريمة فيها سنتيم على هاد الشكل هذا. إذن على هاد الشكل ديالي هكذا. إلا بغيتي تراسيها تراسيها مزيان باش غادي تكون واضحة وباينة ليك، يعني تسطريها بحال هكذا باش تعرفي سنتيم اللي غادي يمكن ليك تخيطي على هاد الشكل هذا. أتون اذا احسن الى درتي هاد القضيه هادي اللي قلت لك، لانني انا غادي ندير ليها بيكاش، ما غاديش ندير سو داك تقولي فونت كوتير الخياطه لداخل، غادي ندير بيكاش لان الدروس هي ديال المبتدئين. اذا على هاد الشكل ونجيب لسان من توب اخر او توب ديالو او حاجه على هاد الشكل، ناخذو على شكل مستطيل. على هاد الشكل نزيد عاوتاني ندير لو بيكاج لهذا من هنا حتى لهنا ومن الجهه الاخرى الثانيه على هاد الشكل هذا غادي نحلو، ولكن بعد ما نكون خيطت هادي بعد ما نكون خيطت هادي. اذا نمشيو للماكينه ونشوفو شنو غادي ندير. اول حاجه نخيط البنات هي هاد المثلات، نكفو على هاد الشكل هذا نطويه على جوج ونخيطو. اذا ما تنتبهوش الخيط، راه درت له خيط ابيض من تحت قد ما تنتبهو للدرس. والشعار ديال هاد الحلقات اللي كندير قصار هو قلال الاحتكار البنات. اذا لاحظوا معايا شنو غادي ندير. اذا غادي نخيط على هاد الشكل هذا، غادي نمشي فوق الخياطه ديالي. راه بالامكان ديالي ما نديرش هاد الخياطات ولكني درتهم لانني كنشرح للمبتدئات والمبتدئين. اذا لاحظوا معايا غادي نهز الصباط وندير هكذا ودي ما الصابون. اذا غادي نجي هذه الطريقه هذه هكذا هذا الشكل هذا ونعاود نعمل هكذا. يعني هذه ديال الجاكيط راه درتها لكم في جاكيطه كلها، ولكن الاغلبيه ما دخلتش تشوف تتم هذا الفيديو لانه كان درس طويل وممل. طلبت مني الاخت فاطمه باش نعاودو. مرحبا. اذا ها هي خيطت على هذا الشكل، شوفوا كي غادي نديرو ها هي تسدات. اذا كنتعمد ندير كل كولور اخر باش تشوفوا اشنو عملت. اذا انا خيطت على هذا الشكل هذا، اذا ما بقى لي الا التصقه. اذا هذا غادي نحيه دابا، راه بلوكيتو بالخياطه دوزت عليه الخياطه. اذا حذاري الا تخرج لك وبالاخص في هاد السنات اللي هاد النوع هذا وصعب باش ترديها. اذا ما بقى لي الا التصقه في الكم ديالي. اذا البنات هادي هي الفتحه ديالي، عقلتو فاش قلت لكم تراسيو هاد الخطوط هادو باش نديرو بيكاش. اذا انا الخدمه باش كنخدم دابا هي طريقه ديال المبتدئات. غادي نشد السلسله ديالي اللي خدمت على هاد الطريقه هادي على هاد الشكل هذا. اذا فبهاد الدرس هذا راه يمكن لكم تخدموه. الدروس اللي يعني تتخدم في لوفون ديال لا كوتور الخياطه لداخل، يعني ندير لكم فيديو لا بغيتو. المهم هو تكتبوا لي اشنو بغيتو لتحت الفيديو، وكما قلنا شعار لا للاحتكار. اذا غادي نخيط بهذه الطريقه. ملي كنخيط بهذه الطريقه راه كنشوف هادو وكنغطيهم وكنعتمد على هذه المسافه هذه دابا وجها لوجه في الخياطه. اذا انا هاد الكم وجها لوجه. اذا غادي نشد اللسان ديالي على هاد الشكل ونقسمو على جوج على هاد الشكل. هاد المساحه اللي عندي هنا اللي تكون هنايا باش يجيني متول وغزال وزوين. اذا بهذه الطريقه راه ابسط ما يكون، يعني ما درتش الخياطه لداخل يعني بطريقه ديال الاحتراف.
دي المحترفين هذيك كنعرفوا لها، ولكن لا الاحتكار، اي طريقه تقدري تنجمي بها عملي بها. اذا لاحظوا معايا هذا الشكل هذا ونعمل هكذا. اذا هاد التجربه ديالي مع التلميذات ديالي، يعني باش كنوصل لكم تجربه طويله. اذا لا الاحتكار، لا للاحتكار. الاخوان اللي كيشرحوا يشرحوا النيت في المستوى، الله يجزيهم بخير. اذا هانتوما كتشوفوا، وشوفوا هنايا كيطلع بهذه الطريقه اللي وريتكم، يعني كنشوف اشنو كنعمل وغادي نسد هكذا وشوفوا كيف جات. شفتوها هاي على هذا الشكل هذا. اذا ما بقى لنا الا نجمعوا اليدين ونكفف هذا السنتيم هذا، ياك لاحظتوا هنايا راه التصويت طويتو، وغادي نشد بهذه الطريقه هذه ونكفو. بعد ما كنت درت لو سيرجي يعني ولا شي حاجه، اذا غادي نخدم اليدين عاد نهضروا. اش بقى لنا غير نجمعوا اليدين ديالنا على هذا الشكل هذا. اذا هذا الكم ديالنا، اذا لاحظوا معايا راه كنجمع الكم ديالي. اذا هنا فين درت السنسله، اذا بعد ما انتهيت من هذه العمليه غادي نرجع نخيط هذا الشيء هذا تاعي. اذا بعد ما نكون سيرجيت هذا، سيرجيت هنايا البواني كلها سيرجيتها، غادي نشد على هذا الشكل هذا ونعمل هكذا. اذا عملت هذه راه نقدر نعملها حتى بالدوبلور، ماشي شي حاجه. اذا غادي نبيكي غير هاد الجهه هادي. اذا هنايا سيرجيليتو يعني السرفاله، عمليه السرفاله او نطوي على هاد الشكل هذا، غير بحكم ان السكاي عندي تما غليظ متين سميك، غادي شي اصلاح ليا نعملو هاد الطريقه كلو مع هاد السموك اللي كاين هنايا. اذا غادي نقص هذا. اذا من الاحسن ومن الافضل يعني ديري له سيرجي او سرفاله باللغه العربيه. اذا ها الكم ديالنا، اذا ملي كنحلو هكذا كيبان ليا هذا، شتو تيبان هذا. انا غادي نسدو، شتو كي كيبان دابا هذا هو الكم ديالنا. لاحظوا معايا مزيان هنايا الخياطه كي جات، شتو. اذا كاينين طرق اخرين، فهمتوا البنات، كاينه طرق اخرى اللي كنخيط فوند كوتير من العمق ديال لا كوتير، هادي هي البواني ديالي او السوار. اذا على هذاك، اذا الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، نعملوا السنسله دلا براغيت او الشرح ديالها. اذا غادي نبقى غير في هادو حتى نساليهم باذن الله ان شاء الله. اذا الى اللقاء، شكرا جزيلا. ولا الاحتكار، اللي عنده شي فكره احطها الاخوان اللي كيصنعوا المحتوى ديال اليوتيوب. شكرا لكم جزيلا الاخوات اللي كيعملوا لايك والاخوان ولكم جزيل الشكر. الاخت اللي قالت لي او بعض الاخوات قالوا لي بان استاذ راه ما كيوصلوناش الفيديوهات جداد، ضغطي على الزر على الجرس باش يوصلوك جميع لي فيديو. اذا الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، وشكرا لكم جزيلا.